اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من مدينة دار البيضاء. احنا باتجاه طريق الصياد، نوريكم الاجواء. كاينه واحد الحرارة مرتفعة جدا، يعني كاين الصه ديال بصح، يعني صه حرارة مرتفعة جدا جدا جدا. الله يرحمنا يا ربي، ما يعطينا على قد نفعنا. الله يحسن عوان المناطق اللي ما عندهمش البحر واللي كيكون فيها وتكون فيها عفوا حرارة مرتفعة بزاف. فرا مدينة الدار البيضاء اللي معروفة بالبحر وبالهواء وفيها الصه بزاف. الله يرحمنا.